عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ هلا اهلا بكم في مقطع من قناة بي بليد. طبعا اليوم حكون عندنا أول مقطع لبطولة البيبت البيرست، وحكون عندنا نزالين. في المقطع القادم حكون عندنا 3 نزالات. نزال واحد حيكون من 5 نقاط، لأن الدور نصف النهائي من 7 نقاط والدور النهائي من 10 نقاط، وفي كل دور راح يكون في حلبة مختلفة. يعني في دور نصف النهائي اللي هو الدور اللي بعد هذا راح تكون في الحلبة الإلكترونية، وفي الدور النهائي راح تكون في الحلبة الهجومية. فيلا نبدأ. أول نزال راح أخلي السير قاطع وخفاش النار. كويس. فيلا بسم الله. 3 2 1. طاح سير قاطع. عادي 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 نزال وكم اضبط لكم هذه الحلبة. يلا نكمل. 3 2 1. رميت الخفاش هنا بقوة فراح احمل. بس فينش. يلا كده انت الجولة بفوز خفاش النار. طبعا في اخر بطولة انت سويتها انتهت بفوز سيف قاطع، فالحين ما ادري من يفوز. فيلا الجولة الثانية. اسطورة السيف قاطع. زي ما قلت لكم اخر بطولة بيبت البيرس فاز فيها سيف قاطع. وبالنسبة للطريقة اللي قلت لكم هي بقرعة البيبتل، ما اتوقع انه في ناس كثير يعني شاركوا، فأنا بختار الطريقة رقم 2 اللي هي يكون في دوري للخسرانين. ممكن تصير بطولة أطول. يلا شيخ والله وحش. أسطورة يا سيف قاطع. فكذا تصير النتيجة 4-1 لسيف قاطع. خفاش النار في خطر، مع انه والله بطل قوي. انا اشوفه اسطوري الصراحة، يعني خفت على السير القاطع يوم انه لعب مع خفاش النار، خفت لا يطلع. بعدين نبطل السير القاطع ما حجيبها غير عن طريق البيت. كده انتهت الجولة للمدرب كامل بفوز الخفاش النار. النتيجة الحين صارت 4-2. فيلا يا شباب، قبل أن نبدأ الجولة التوقع الأخيرة اللي نصير قاطع حنية، لازم تشتركوا في قناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتضيفوا سناب، لأنه حاسوي تغطية قلت لكم في المقطع السابق إيش. ف ضيفوني سناب راح أكتبه في صندوق الوصف، وبرضه لازم تشتركوا في القناة لأنه كثير مشاهدات تيجي، بس يعني في المقطع هذا مثلا نوصل 100 مشاهدة، المشتركين عندي 70 مشترك مثلا. فاشتركوا في القناة يا شباب. فيلا نكمل. بس شوف كيف جاي كذا على الوسط، يعني كان حتبرسك لو بس شوية سنان ما كان حتبرسك. فنتيجة الحين صارت 4-3، خفاش النار طلع مو في خطر. بقول كل بقول هدف واحد، بقول نقطة واحدة وي هذه النتيجة. توقع مع أول صنع بس لأحد الاثنين. أوه 4-4 يا شباب. فلو صار زي كذا راح نسوي زي نظام التنس الطاولة، بما انه صارت نتيجة تعادل 4-4 فراح نزيد نقطة، سيف فاز ب6 نقاط عشان يعني تفل الأمة انت كمان. يا ساتر يا ساتر كسر ولا ايش؟ لا كويس كويس بنعيدها كذا كذا نفحص البلبل مع بعض. والله كان
والله باغي انكسر صراحة شباب، ما انتوا بقوة، صقع في حلبة، صقع في جدار، فتوقعت انه انكسر صراحة. بس الحمد لله اكمل. طبعا جزء من هذا المقطع يروح لانستغرامي، اذا تبغون تشوفون المقطع السابق. تصير النتيجة 5-4 لقفاش النار. سنقاطع في خطر جدا جدا. آخر نقطة، غير لو انتهت فوز سنقاطع عاد مصيبة. السيف القاطع للدور القادم. يا سلام يا سلام يا سلام، الله يستر. السيف القاطع خفاش النار لسه ما طلع من البطولة، خفاش النار راح بطولة الخسرانين فخليه على جنب، وناهل السيف قاطع الدور الثاني. تشوفون ان شاء الله في المقطع القادم، لا يمكن بعد مقطعين او ثلاث مقاطع هي السيف قاطع، فنوديه على جنب نلعب نزال ثاني. شباب كالعادة عندنا كاميرتين، واحدة هنا وواحدة هنا. الكاميرا الثانية ما نطلعها في هذا القناة، نطلعها في قناة ثانية راح نقول لكم سالفتها بعدين. فالكاميرا فزي ما قلت لكم اللي هي بمساعد قوي صراحة، اسطوري قوي. ف يعني هو اصلا مو اصلي تقليد، بس يعني كويس، هو دفاع كويس. فجولو انت تفوز من جاي جاري. كانت الجولة الثانية فوز على الهيبة المستعش. الجولة الثالثة لا لا نتيجة 2-1 من جلجالي. 2-1 النتيجة الحين 2-2 تعادل. والله كان على وشك انه يتبسط كويس. فيلا كمل. النتيجة الحين 3-2 للهيبة المستعر. توقع هو المنتصر، والعلم عند الله. نتيجة الحين 4-4 صح؟ يا نتيجة 4-2 للهيبة المستعير. بس في شيء شباب حاب اقول لكم، هو انه اليد هذه يد الاصلية تكارتون، واليد هذه يد تقليدية شبكة صينية. الصراحة ما انا حاب اقول اسمها يعني، ف اليد هذه اقوى الصراحة، مع انها اليد اللي ما هي اصلية بس اقوى جدا، واليد هذه الاصلية ضعيفة. فالحين راح العب نزال، الجولة هذه راح اخليها باليد الاصلية، والجولة الثانية راح اخليها باليد المحصلية على حسب النتيجة عاد. فيلا نبدأ. الجولة هذه راح تكون بيد التكارتون الاصلية. فالتعادل، راح نلعب كمان جولة وحلعبها باليد المصلية.
شوف هذا من يعني عيب في الموصلي ان الحديدة تخرج من هنا، المفروض الحديدة ما تخرج، فانا ارجعها طيب كذا. فيلا كمل، الحين راح العب باليد التجهيز الاطلاق اللي مو اصلي. شوف كيف القوة واضحة. فيهم ترى باقي نقطة وخلص المقطع، توقع طولنا عليكم ولا طولنا؟ فاللين دحين موصل الدقيقة كم؟ دحين الدقيقة 10:53 تقريبا 11، ومو مشترك في القناة انزل تكفى واشترك في القناة واضغط زر اللايك والعمل يعني. فيلا نكمل. طبعا انا ما اعرف اعد بالبطيء يعني ما عندي برنامج مونتاج محدد، بس اللي انا شفته انه اللهيب المستعب تفكك اول، فراح احسبها نقطتين للمنجل الجارح تصير نتيجة 4-4. فهذا كمل، ما راح اسوي زي السيف القاطن صراحة، المقطع حيطول مرة، فراح يعني يكون باقي نقطة. فهذا كمل. مقطع قادم راح يكون عندها 3 نزلات، فراح طول صوبه توقف طول مره كمان. هيا هيا اللي هي تتاهل معاني اللي هي او من جاري. هيا واحد منكم خلص المقطع. واو، اذا فاز نزال هو اللي هي بمستعد يتاهل وينازل السيف القاطع في الجولة الثانية، ومن جاء الجارح يتأهل لبطولة خسرانين أو يعني يخرج معنا ويذهب لبطولة خسرانين ويروح ينازل الخفاش النار. طبعا قبل أن المقطع حابب أوريكم شيء مهم كذا، هو هذا الشيء المهم، هذا تقريبا مهم. الحصان هذا حصان مجرة الأحمر، فكثير منا يقول الحصان هذا مو أصلي، يعني اشتري حصان اصلي. الحصان هذا اصلي 100% وقيمته 3 ريال بس، ويجي معاه علبة البلبل. ف صراحة ما نعرف كيف اثبت لكم انه هو اذا كان اصلي ولا لا، بس راح افك قطعة، واللي يعرف اكتب لي في الكومنتات البلبل الكرتون ارجع المقطع حق فتع علبة حصان مجرة او علبة فتع علبة البلبلات اسم المقطع كذا، فارجعوا حتشوف فيه تكاراتومي ونيو بوي كل شيء يعني عسل، يعني كل شيء مظبوط. مستغربين من سعره، لا تقول انه سعره مو كويس، يعني سعره 3 ريال زي كذا، ويعني هو او يعني مو كويس، جوز سيء، فيعني 3 ريال انه قديم جدا، يعني كم صار له 7 سنين؟ هذا بالنسبة للصامولة. طيب بلبل بحكم انه هو قديم فعشان كذا صار رخيص، هذا بالنسبة لللايف. انا الصراحة ما راح اسمي الغطاء الداخلي الغطاء الخارجي، ما ادري. هذه الحديدة يا شباب اقسم بالله حديدة ثقيلة، حديدة اصلية طبعا زي اللي كنتوا بتشوفوا، واذا كان عندي حديدة ما هي اصلية فبوريكم الفرق بينهم. هذه القاعدة او الاسفل المطاطي، هذا بالنسبة لي راس الحصان. طبعا لو كان مو هو اصلي ما راح يطبعوا لك، ما راح تبعوا لك شعار الحصان، هذا مو احنا حطيناه، هذا مطبوع ترى يا شباب، شوف ها تسوي لك اللي تبغاه، ها مطبوع والله. لو كان موصل ما راح تبعوا لك اساسا، ما راح تبعوا لك الحصان المجرى، لان ليه يطبع لك؟ ايش فيه؟ سنوريكم جودة اسطورية. واذا تبغوا كمان نجرب بكم بلبل دحين، مع اننا نجربه في مقطع سابق، بس برضه يعني عشان تعرف كيف انه هو اساسا هو اصلي، يعني بلبل اصلي. فحصان مجرة اشتريته 3 ريال، شيء صراحة اسطوري يعني. فنجرب معاكم يلا، ونلعب ضد كلب متوحش كمان، لعب ضد كلب متوحش. شوف طبعا شباب قبل شوي الكاميرا فصلت عليها بنص التصوير،
كمل. كيف يعني يفوز سريع في الدوران وكل شيء؟ فهذا بالنسبة لحصان المجرب. بحاول في المقاطع القادمة أشوف لكم إذا كان عندي حديدة ما هي أصلية وأقارن بينهم. فبس هذا كل اللي عندنا. لا تنسوا اللايك سبسكرايب والشير. وصلنا ختام. سلام.